غيرت نسمتي نلخل وانت غريت عن الجامعة إجرو أهندق وانت غريت عن الجامعة المقاوم الشيخ أمود إدق نينينين أقلنين أغيل وان الذكاء الاصطناعي لمكن المشاريع ومقورنين هلان أغورنا المدن دغواغ إمير. المجال هذا تاع الانتربرونورشيب اللي هو المقاولاتية قادر يزيد لنا أكثر من فرصة، آلاف الفرص بالنسبة للطلبة أو بالنسبة للجامعة أو بالنسبة للإليزي ككل. إن شاء الله راح نغتنم هذه الفرصة كطلبة ونكبروا مشاريعنا. نتمنى أن يكون لنا نظرة واقعية بأفكارنا لتنمية الاقتصاد الجزائري ككل وولاية إليزي بصفة خاصة. نرحب بكل أفكار المشاريع، حتى الطلبة الذين لا يملكون مشاريع نحن هنا ورفقة الطاقم المشرف من أجل مساعدتهم على إتاء أفكار جديدة وتجسيدها ومرافقتها حتى التجسيد على أرض الواقع. تليلت إما وضن ويهنين تيغريتا أنت دوكلت الجامعة تجميلس الجامعة تاغ أسمتي نلخال أنت غرينا سن هولان ساسمل ناظر فون ممكن المشاعر ومقورنين سن مكني هو جه التدوكلت تان لاناد. تم اليوم كذلك عقد أو إمضاء اتفاقية إطار وتعاون بين المركز الجامعي بإليزي والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بإليزي كذلك لمرافقة طلبتنا وأصحاب المشاريع من مختلف الفئات ومختلف كذلك التخصصات. الهدف من إمضاء هذه الاتفاقية هو استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة الجامعيين وخريجي المؤسسات التعليم العالي من أجل تجسيد أفكارهم وإنشاء مؤسساتهم المصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والوكالة مستعدة من أجل استقبال وتوجيه الطلبة الجامعيين ومرافقتهم من أجل إنشاء مؤسساتهم المصغرة. سواغ إجمالي المركز وان الجامعات الولايات ليزي أسمتي نلخل وان تغريت الجامعة ساسمل ندلون أن تغري هينينين التجمينين دغواغ إمير.